الدرع والإصغاء إليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها ومحاسبة المتسببين والمقصرين ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها بما يستجيب لمطالب الإخوة المواطنين المحقة. ثانيا، زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية بما ينعكس إيجابا على وضعهم المعيشي. ثالثا، إيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة. رابعا، توفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لخلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل أو لتثبيت العمال المؤقتين. خامسا، إجراء تقويم واسع للأداء الحكومي والقيادات الإدارية والمحلية واتخاذ القرارات بشأنها بصورة عاجلة. أما على المستوى السياسي فقد اتخذت القيادة القطرية القرارات التالية: أولا، وضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات وإحداث للهيئات اللازمة له. ثانيا، دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية مع إصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن. ثالثا، إعداد مشروع لقانون الأحزاب في سوريا وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري. رابعا، إصدار قانون جديد للإعلام يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الحرية والشفافية. خامسا، تعديل المرسوم 49 حول المناطق الحدودية بما يخدم تسهيلات معاملات المواطنين وإزالة أسباب الشكوى من تطبيقه. سادسا، تعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي والبت بقضايا المواطنين بأقصى سرعة ممكنة. شكرا لكم جميعا. إبراهيم تفضل. مع الوزيرة. عفوا. إبراهيم، مع الوزيرة إبراهيم حميد من جريدة الحياة. هذه القرارات مهمة وجريئة وربما استراتيجية، بعضها يطبق فورا لكن البعض الآخر هناك تشكيل لجان. متى يبدأ التطبيق الفعلي لهذه القرارات؟ اليوم. شكرا. اليوم يبدأ التطبيق الفعلي لهذه القرارات، والأسبوع القادم سيشهد أيضا بداية تطبيق قرارات أخرى. التوقيت والسرعة هما من صلب هذه القرارات. تفضلي. Well, our Syrian television has verified the exact figures. The problem is with some media organs who wanted to exaggerate the figures, who wanted to exaggerate what happened. And I want to refer to one news item that was on BBC, on CNN, on many news that accused the security forces by attacking the mosque while they were not able to show 10 people near the mosque. In fact, they were not able to show anything around the mosque or even a mosque. So there was a lot of exaggerations and many unspecified things that were said randomly by news media. And we could see that they were not willing to take the news as it exactly was. Our television, our media organ, they have their credibility. And I was talking to some of the media men this morning, and some of them said, even when we say to them something, they would not believe us. They would believe somebody sitting in London or in Paris or in Washington, because that's what they want to believe. But they don't want to believe a media man who's in Daraa, who's not a governmental man, by the way, and who is giving them the news. So I would use this opportunity to ask all media all over the world to try and be honest to the news and to the events. By the way, the events are happening in Syria. Therefore, it's Syrian television who tells the truth, nobody else. Thank you. Doctora, please. عساف عبود من بي بي سي العربي.
دكتورة تحدثت عن موضوع أن مدينة درعا اختيارها أو وقع الاختيار عليها لهذه الاضطرابات لموقعها الجغرافي ولقربها من الحدود، حيث تم التمكن من تهريب أسلحة وأموال وما شابه. صحيح. صحيح. نتيجة التحقيقات التي هي منذ 4-5 أيام ونتيجة إلقاء القبض على البعض ممن شاركوا في هذه الأعمال، هل ثبت لدى السلطات السورية أي شيء من هي الجهة الخارجية أو هذه المجموعة المسلحة التي قام بالأعمال، ما هي ارتباطاتها إلى أي جهة تنتمي وما كان الاستهداف السياسي لها؟ شكرا. الحقيقة شكرا عساف. الحقيقة التحقيقات ما زالت جارية، هناك مؤشرات ودلائل على وجود تمويل خارجي وعلى وجود أسلحة تهرب وتعطى لبعض الناس، ولكن لا أستطيع أن أتحدث الآن من هي الجهات التي مولت ومن هي الجهات التي أعدت، وسوف نوافيكم بالتفاصيل بعد انتهاء التحقيقات، وربما تشاهدون من يتحدث عما جرى بإذن الله. شكرا. أستاذ فؤاد. فؤاد شربجي من الإخبارية السورية. دكتورة، أهل درعا الشرفاء خرجوا تظاهروا مسالمين وطالبوا بطلبات أعلنوها وأوصلوها للقيادة. وصفت هذه المطالب بالمحقة. نريد أن توجه الكلام لأهالي درعا، كيف ستتعاملون مع مطالب أهل درعا تحديدا؟ شكرا. شكرا. أهل درعا هم أهلنا، وشعب درعا هم شعبنا، وأستطيع كما أني نقلت تعازي السيد الرئيس بشار الأسد لكل أهالي الضحايا، أستطيع أن أؤكد لهم أن مطالب أهل درعا هي موضع اهتمام ودراسة، وليس دراسة واتخاذ قرار، القرارات اتخذت بالتعامل مع هذه المطالب وبالأسلوب الذي يتم التعامل به مع أهل درعا. وأستطيع أن أؤكد أنه ليس هناك من محب لأهل درعا أكثر من السيد الرئيس، ومن شعر بألمهم وما حدث أكثر من السيد الرئيس، ولذلك فيستطيعون أن يعتبروا أنهم جميعا في أيدي أميني، وأن القرارات التي تتخذ من وجهة نظرهم هم، بعيدا عمن يريد أن يزعزع أمنهم واستقرارهم وأمننا واستقرارنا، لأن أمننا واستقرارنا جميعا في كل المحافظات السورية هو واحد. شكرا. عبد الحميد. دكتور بثينة، ورد في البيانات الرسمية في وصف ما حدث بأنهم عصابات أو مندسين، في الحقيقة لمسنا أن هذا الوصف أو هذه التسمية لاقت نفورا لدى أهالي درعا ولدى عموم الرأي العام السوري. نعم. لما أطلقت هذه التسمية على هؤلاء الناس والآن أنتم بدأتم بمعالجة الأمور بطريقة أخرى؟ هذه التسمية أطلقت على ربما على من يحمل السلاح ولا يريد لا مطالب بل يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. على كل في حين تحدث أزمة وطنية قد تكون هناك كلمة مستفزة أو غير جيدة، هذا أنا لا أدافع عن هذا الشيء، ولكني أستطيع أن أقول أن المستهدف بهذه التسمية ليس أهالي درعا وليس شعب درعا، وإنما المستهدف هو الذي يريد أن يزعزع أمن واستقرار درعا أولا قبل أن يزعزع أمن واستقرار البلد. ما أعرف من أنس صور بكف صار. سيد الوزيرة، وجهت التهنئة للأخوة السوريين الأكراد بعيد النيروز. نعم. هل نتوقع إجراءات فيما يخص المنطقة الشرقية وبعض المشاكل التي تخص الكرد السوريين